دايما شحن الاجهزه اللي تبقى معانا مزعجه شويتين، خصوصا لو انت معاك اكتر من جهاز زي الموبايل والسمارت ووتش والايربودز. بتحتاج دايما ان هم يكونوا مشحونين، لان انت ساعات بتستخدمهم كلهم في نفس اللحظه. طب والحل؟ جرين لاين 6 في 1 وايرلس تشارجر بيشحن الموبايل والابل ووتش والايربودز في مكان واحد بس، وايرلس تشارجنج. شحن الموبايل 15 واط وده شحن سريع، والابل ووتش 2.5 واط والايربودز 3 واط، مزود بساعه ديجيتال وتاتش سنسور للالي دي لايتس، وكمان مزود بمخرج USB-A 5 واط عشان تقدر تشحن موبايلين في نفس الوقت. كل اللي عليك ان انت هتوصله باليوSB كيبل اللي جاي معاه في البوكس، وهتقدر تشحن اجهزتك الشخصية كلها في مكان واحد وايرلس تشارجنج.